كل ما تقعدون الصبح قولم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم بدنا احنا نزرع نبتة القرنفل مع الريحان أو الحبق. هذا هو الحوض، أنا فصلته، هذا مؤلف من 3 قطع، احنا بدنا نحط له شوية أكمة حتى يظل ثابت. هذا هو القرنفل، زهوره كثيرة وفي له أكثر من لون وأكثر من نوع، زهري غامق تقريبا، وفي هذا زهري كاشف، وفي أصفر وفي أحمر، في ألوان كثيرة وما في أجمل من القرنفل، والقرنفل يتكاثر من خلال الجذور. إن شاء الله بدنا نزرع هذا الحوض ريحان، وبدنا نحط بين الريحان قرنفل، راح يطلع عندنا منظر رهيب، منظر جميل. أول شيء شنو بدنا نعمل؟ بدنا نلزق الحوض في الأكمة. هاي هي الأكمة، راح نحط شوية أكمة بهذا الشكل. هذا مكان تهوية مشان تصريف المياه، حتى بس نصف التربة ما تعفن النبتة. بالنسبة للأكمة، مجرد ما خلطناها مع المنشف لازم مباشر نلزقها، خلال 3 دقائق في الكتير لازم تكون مستخدم الأكمة، الأكمة بسرعة تكمش. هنا الخبيزة جارونيا ورد جوري أنا زرعتها. هناك زارع الريحان، هذا نعناع، هذا هو الريحان. حتى نقلع الريحان بشكل مناسب لازم نجيب شغلة حادة مثل هاي، لا نقلعه بهذا الشكل، أفضل إنه تقلعه بهذا الشكل. نشيله هو وجود، نشيل قسم بسيط. بعد يومين راح يصير الريحان كثيف وراح يغطي القرنفل، وراح يظل بس زهر القرنفل مبين، راح يطلع عندكم منظر ياخذ العقل.